ما بيصير يا سعاد خانم، ما بيصير تكشفي عليها وأنا مالي موجودة. يو اسمعوا على هالسمعة. ما صار شيء اختي ام بشير، شو خربت الدنيا؟ بعدين نحن أهل. شو ما كان ام عصام، ما بيصير ينكشف على البنت وحماتها ما تكون موجودة. مو هيك لأصولتي إبريني ولا ما بتعرفي؟ بعدين شو بيعرفني إنه جميلة ما فيها شيء؟ شو بكي ام بشير؟ عم تكذبيني؟ لا ما عم كذبك، بس أنا ما سمعت ام زكي. لكن شو المقصد من كلامك خالي ام بشير؟ ما قصدي شيء تقبريني، بس اللي عملته غلط. يا ستي غلطنا ومنك السماح. يا وليش عم تحكيها هيك بنفس مأنزعة؟ لك شبكي ام بشير شبكي؟ حالفة يمين لتيجي تتخانقي معي؟ لا حبيبتي مالي حالفة يمين اجي اتخانق معك، بس تقبريني انت بتضربي من راسك ومعاملة قيمة لحدا، ولا الأجنباوية لحستلك مخك ونستك العوايد والأصول. عيب عليكي ام بشير، عيب عليكي تحكي هالحكي. انت عم تحكي عن العيب سعاد خانم، العيب اللي انت عملتيه. يو شو بنا خالي ام بشير؟ لك شو صار لي؟ ما صار لي شيء، بس مالك شايفة امك؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، قال ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هذا انت الواحد ما بيقدر ياخذ منك لا حق ولا باطل. خاطرك دلال؟ لا حول ولا قوة الا بالله، منين طلعت لي بهالقصة هاي؟ شو بعرفني؟ طولي بالك يا مو، طولي بالك.